أهلا بكم إلى زوايا الحدث. قالت مصادر محلية إن قوات إماراتية غادرت مطار عدن الدولي، ونقل موقع عدن الغد عن شهود عيان في مديرية خور مكسر أن آليات عسكرية إماراتية شوهدت وهي تغادر مطار عدن باتجاه مقر التحالف العربي في البريقة، في حين قالت وكالة أسوشيتد بريس الأمريكية أن القوات السعودية انتشرت أيضا في قصر المعاشيق الرئاسي وميناء عدن. نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: لماذا يتم استبدال القوات الإماراتية بأخرى سعودية؟ وما مصير التشكيلات العسكرية الخاضعة لسلطة الإمارات؟ وهل تكون مغادرة القوات الإماراتية مقدمة لعودة الشرعية إلى عدن؟ إذن يبدو أن الخلاف بين الشرعية والقوات الإماراتية لم يعد يحتمل مزيدا من التأجيل للبت فيه، خصوصا أن العاصمة المؤقتة أصبحت خاضعة لتجاذبات مشاريع مختلفة. نذهب لمشاهدة التقرير ومن ثم نعود لنبدأ النقاش حول طبيعة الوضع القائم في عدن مع ضيوف هذه الحلقة. قوات سعودية تصل إلى عدن، مشهد يعيد إلى ذاكرة العاصمة المؤقتة أحداث منتصف يوليو من عام 2015، حينما استبشر العدنيون ومعهم أبناء اليمن بمقدم التحالف وبنهاية سعيدة للانقلاب والحرب في بلادهم. هذه المرة تأتي القوات التابعة للواء المغاوير من نخبة الجيش السعودي لتفض الاشتباك وتعيد الأمل الذي تبخر كسراب بعد أن كادت عدن أن تقع في أتون معركة متعددة الأطراف لا يمكن التنبؤ بنتائجها وفقا للمراقبين. خارطة انتشار هذه القوات تشمل المقر الرئاسي في المعاشيق ومطار عدن والميناء وميناء الزيت، فيما ينتظر أن تصل قوات يمنية مدربة على يد القوات السعودية لتكون رديفا لهذا اللواء الخاص السعودي في مهمة حراسة وتأمين المنشآت السيادية في العاصمة المؤقتة. الأنباء التي رشحت عن مهمة اللواء السعودي القادم إلى عدن تؤكد أيضا أنها ستهيئ الأجواء لعودة نهائية للرئيس عبد الرب منصور هادي الذي ظل بعيداً عن عاصمته طيلة هذه الفترة بفعل الوضع الاستثنائي الناتج عن احتدام الخلاف حول النفوذ العسكري والأمني والسياسي في المدينة. تطور مهم تزامن مع اللقاء الذي أجره الرئيس هادي مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في مقر إقامة الأخير بمدينة طنجة المغربية، والذي توج على ما يبدو جهداً مضنياً للسلطة الشرعية لتجاوز عقدة النفوذ في عدن. الخطوة السعودية عكست أيضاً حرص قائدة التحالف على احتواء الوتيرة المتصاعدة من النقاشات الدولية حول مهمة التحالف في اليمن كتلك التي شهدها مجلس الأمن مؤخراً، وعادت لتثير مجدداً قضية الضحايا المدنيين لغارات الطيران، وهي مهمة قديمة جديدة للتيار الواسع المعارض للحرب في الدوائر الغربية. المراقبون يرون أن نجاح الخطوة السعودية الجديدة في عدن سيقاس بعودة دائمة للرئيس إلى العاصمة المؤقتة وبمناخ يخلو من الكوابح يمكن أن تعمل في ظله الحكومة الشرعية والسلطة المحلية بمحافظة عدن خلال المرحلة المقبلة. أبدأ النقاش مع ضيفنا من نيويورك الناشط السياسي الأستاذ أحمد الصالح. أهلا بك أستاذ أحمد. أهلا وسهلا ومرحبا أستاذ أحمد. بداية، كيف تنظر إلى الأوضاع في العاصمة المؤقتة عدن بعد هذا التطور؟ وبرأيك لماذا انسحبت القوات الإماراتية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله مساءكم جميعا والسادة المشاهدين الكرام. في البداية دعني نكون أكثر تحريا، يعني هناك بعض الإشاعات الإعلامية التي تعامل معها وسائل التواصل الاجتماعي وحتى وسائل الإعلام انزلقت لها دون تثبت منها أو دون إدراك حقيقي لما يدور. القوات السعودية في الأساس كانت موجودة في عدن ولم تخرج منها منذ دخولها عندما تحررت عدن من الميليشيات الإنقلابية، كانت موجودة وحدات عسكرية وقيادة وغرفة عمليات مشتركة مع القوات الإماراتية. وصول قوات جديدة وإضافية بشكل ولو رمزي هو يدخل في ضمن إطار التحالف وعمله. التحالف الإشكالية الكبيرة جدا أنه بعض القوى والأحزاب تريد أن تفرق بين التحالف وأن هذه دولة وهذه دولة. نحن نرى بأن التحالف كله لا يتجزأ، لا يوجد هنا في السعودية وإمارات يوجد تحالف عرب، هذا كل ما في الأمر. كامل القوات إماراتية أو بحرينية أو مصرية أو سعودية أو سودانية هو تحالف بالأخير، وبالتالي نحن لا ننظر إلى وجود اختلاف القوات أو مسمياتها أو جنسياتها على أساس أنها اختلاف للمشاريع مطلقا، لأن الفكرة هي واحدة وواضحة تماما. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، لم تغادر فعليا، وأنا أقول لك وأنا مسؤول على الكلام هذا، لم تغادر وحدات عسكرية إماراتية مثل ما أشيع.
يعني هناك يحصل تبديل داخل القوات الإماراتية المتواجدة في عدن بين فترة وأخرى، وإتيان بدفعات جديدة والعودة بدفعة هو فعلا يعني هو الأخبار نقلت عن موقع عدن الغد الصادر من العاصمة المؤقتة، هو قال أن وفق شهود عيان أنه القوات الإماراتية لم تغادر عدن إنما غادرت المطار والميناء باتجاه مقر قوات التحالف في البريقة. لم تغادر المطار ولم تغادر الميناء ولم تغادر مطلقا، يعني هناك تحالف لم ينجز مهمته بعد، هناك شراكة حقيقية موثقة بالدماء بين شعب الجنوب وبين دول التحالف قاطبة. دول التحالف لها سياسة، هي تعرف ماذا تريد لكن تحوير هذا الأمر حول الموضوع بأن هذه القوات الرمزية التي وصلت بأنها موجهة ضد أحد وانها سوف تكون مع الرئيس لكبح جماح مش عارف ايش ومدري ايش، هذا كله كلام يعني اعلامي واشاعات. يعني انت استاذ احمد الان تكذب ما نشره موقع عدن الغد؟ انا اقول لك ما اعلمه وانا متاكد منه، كلام الصحف ليس قران ولا دستور، هو كلام من اشخاص يحاولون وضع اجنده ضيقه لنشرها للمجتمع ولوسائل التواصل الاجتماعي لأهداف معينة، لكن الحقيقة هي قناة بلقيس موجودة في عدن ولها مراسل وكاميرا وبإمكانها أن تنزل، قوات التحالف مقرها موجود، جنودها موجودين كافة يعني لا يوجد أحد، ولا نفرق نحن في الجنوب لا نفرق بين دول التحالف مطلقا، نرى بأن التحالف هو واحد لا يتجزأ، وأي قوات ستصل نحن في الجنوب نرحب بها يعني على العين والرأس، إخوتنا وأهلنا ونحن وياهم في خندق واحد، لازلنا في الحرب ضد أيادي إيران وميليشياتها. لدينا مشكلة حقيقية، لدينا مشكلة حقيقية مع الحكومة الشرعية حاليا، وهي أنه عدنا طيب سأعود لك حتى نتحدث في الإشكالية الموجودة مع الشرعية، فقط اسمح لي بأن نشرك من الرياض مستشار وزير الإعلام مختار الرحبي. أهلا بك أستاذ مختار. أهلا وسهلا بك ومرحبا بك وبضيوفك الكرام والمشاهدين الكرام جميعا. أستاذ مختار، ما الذي حدث في عدن؟ أين هي الحقيقة بصفتك مستشار لوزير الإعلام؟ ويفترض أن تكون لديكم المعلومات الحقيقية والصحيحة. نعم، حتى هذه اللحظة لم يتم الحديث بشكل صريح سواء من قبل الحكومة ولا حتى من قبل التحالف عن ما حدث، بالتالي لا تزال المعلومة الحقيقية حتى هذه اللحظة أستطيع أقول أنها غير متواجدة إلا في إطار بعض التسريبات التي تم تسريبها هنا وهناك، أنه تم أن القوات الإماراتية انسحبت من بعض المراكز الحيوية التي كانت تقوم بحراستها كالميناء وكذلك مطار عدن، وحلت محلها قوات سعودية. هذا طبعا ما تم الإعلان عنه فقط، ولو أنه تم إعلانه بشكل غير رسمي، وهذه المعلومة تظل يعني معلومات تحليلية غير مؤكدة حتى هذه اللحظة. طيب هل فعلا أن عملية الانسحاب هذه جاءت بناء على طلب الشرعية؟ هو هناك يعني إذا كنا نتحدث بشكل صريح وشفاف، هناك مشكلة حقيقية بين الشرعية وبين الإمارات العربية المتحدة، وهذا شكل وهذا شيء واضح للعلن، خصوصا ما أكده بيان البنك المركزي بأنه تم منع الطائرة التي كانت تحمل أموال ل 13 مرة، بالتالي هناك أزمة حقيقية، وهذه الأزمة طبعا انعكست على جميع المستويات، وكانت هناك مبادرات وكانت هناك وساطات من قبل الأشقاء في المملكة العربية السعودية لاحتواء الأزمة، وتم تشكيل لجنة ثلاثية في السابق بعد قرارات إقالة عيدروس الزبيدي وإحالة هاني بن برقي للتحقيق، كانت هناك يعني محاولات لرعب الصدع وإنهاء هذه الأزمة، ولكن لم تنتهي الأزمة، إنما تصاعدت الأزمة بشكل كبير خلال الفترة الماضية، خصوصا بعد أن قامت الإمارات بدعم مباشر وتصعيد من قبل أدواتها في مدينة عدن، وهذا جعل من الحكومة الشرعية بالفعل يعني تضطر عن بما يحصل في مدينة عدن، ولكن لا أعتقد أنها طلبت من التحالف العربي بإخراج القوات الإماراتية. الإمارات تظل دولة شريكة للحكومة الشرعية، وتظل أيضا دولة شاركت وساهمت في تحرير مناطق شاسعة من اليمن وقدمت الكثير من الشهداء، وهذا طبعا لا يمكن لأحد أن يقول بغير هذا الكلام، ولكن بنهاية المطاف الكلام الفاصل، والحكومة الشرعية هي ما تمتلك زمام الأمور، وهي من يحق لها ايضا التحكم بكل ما يحدث، ويحق لها التحكم بالاراضي الخاضعه لسيطرتها في المناطق المحتله. هذه نقطه مهمه ساعد للنقاش معك فيها عن اي زمام امور تملكه الحكومه الشرعيه ومدى قدرتها على التحكم في المشهد حاليا. اعود لضيفي من نيويورك استاذ احمد الصالح. استاذ احمد،
إذن هناك أزمة كما يقول مستشار وزير الإعلام مختار الرحبي من الرياض بين الإمارات والحكومة الشرعية بسبب النفوذ المتواجد للإمارات على بعض المواقع المهمة، حصلت بعض المشاكل وبالتالي قد يرى أنه هذه النتيجة طبيعية لانسحاب هذه القوات. باعتقادك لماذا هذه الأزمة مستمرة بين الإمارات والحكومة الشرعية، ولماذا الشرعية تلجأ للطلب من المملكة العربية السعودية بأن يتم سحب بعض القوات الإماراتية أو تخفيف النفوذ الموجود لها في بعض المواقع المهمة وإدخال جانب سعودي وقوة سعودية أيضا؟ سيدي العزيز، أكرر لك مرة أخرى بأنه يفترض بأن الجميع يرى بأن التحالف هو كله لا يتجزأ، مطلقا لا يتجزأ، والتحالف له قيادة واحدة المملكة العربية السعودية. إشكاليات ما يقوله الضيف حول الموضوع أن هناك إشكاليات مع الإمارات بين الشرعية، هذا الأمر لم نسمع به من جهة رسمية مطلقا. أجهزة الدولة الرسمية الإعلامية التي دائما تبث منها سواء رئاسة الجمهورية أو الحكومة عن طريق وزارة الإعلام مثلا أو وكالة الأنباء الرسمية، لم تقل يعني ولا مسؤول رسمي ظهر وقال بأن هناك إشكالية مطلقا مع الإمارات. مختار الرحبي الآن يتحدث إلينا بصفته مستشار لوزير الإعلام. مختار الرحبي يتحدث بصفته الشخصية فقط، وإذا يريد أن يقول بأنه بصفة رسمية مثل دولة دعه، أنا أسمح له أعطيه المجال. بإمكانك تعيد السؤال له أن يقول هناك مشكلة حقيقية ويتكلم باسم الدولة الآن. أستاذ مختار. أستاذ مختار. نعم معك، اسمعك أخي سامي. تسمع الأستاذ أحمد الصالح كان يتحدث يقول أنه لا يوجد ربما مصدر رسمي أو الحكومة الرسمية تحدثت عن أي أزمة موجودة في عدن، فقلت له مختار رحبي اليوم يتحدث معنا بصفة مستشار وزير الإعلام. بيان وكالة الأنباء اليمنية سبعة تحدثت بشكل صريح، يعني هذا 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 شيء تم إعلانه بوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، وتم إعلان البيان ونشر البيان وتم تناوله في جميع وسائل الإعلام الرسمية والحكومية وغيرها. أستاذ أحمد، على هذه الجزئية، هو يتحدث على بيان البنك المركزي الذي أعلن في الأسبوع الماضي. أكيد البنك المركزي ذكر بالنص في وسط الخطاب على خلية التحالف. خلية التحالف هي وحدة من دول التحالف مشكلة تقطن في مطار بيشة السعودي، هي التي تعطي الأذون والتراخيص للطائرات بالهبوط والإقلاع المناطق اليمنية كلها بحكم أن اليمن تحت المجال الجوي لدول التحالف. وبالتالي عندما تحدث البنك المركزي في بيانه الأساسي عن وحدة خلية التحالف، ويتحدث عن وحدة مشتركة وليست إماراتية في عدن، ويتحدث عن من يمنح التصاريح والتراخيص للطيران بالهبوط والإقلاع من مطار بيشة. قد الأخ مختار لا يعرف هذه المعلومة، بيان عندما يتكلم البنك المركزي لم يتحدث عن القوات الإماراتية، وإنما تحدث عن وحدة التحالف المشتركة المتواجدة في مطار بيشة التي هي بيدها منح التراخيص للطيران في المجال الجوي اليمني. وبالتالي هذا الأمر يجب أن يكون واضح. دعني أقول بوضوح بأن الأزمة الحقيقية هي لدى بعض الأحزاب وبعض القوى التي لديها مشكلة مع الإمارات. هذه أزمة نعم موجود، وللأسف بأن هذه الأحزاب وهذه الأقطاب منها جزء من الشخصيات متغلغلة في الشرعية، وهي للأسف هي السبب الأساسي في تأخير أي إنجازات حقيقية للشرعية وبالأخص في الجبهات الشمالية. ولهذا نقول يجب على الجميع أن يترفعون وأن يكبرون وأن يعرفون لماذا أتى التحالف. طيب وأن التحالف لو توضح لنا هذه النقطة، ما علاقة التعزيزات في بعض المناطق الشمالية بهذا الإشكال؟ لأنه يفترض أن الإمارات اليوم كطرف فاعل في التحالف العربي هي تتعامل مع الشرعية، مع الحكومة، مع الرئاسة، لا تتعامل مع أشخاص مؤيدين للشرعية أو لهم نفس الموقف من موضوع استعادة الدولة ضمن إطار الرئاسة يعني والشرعية والجمهورية بشكل عام. ذكرت لك سابقا يا عزيزي بأنه لم يصدر هناك أي موقف رسمي بالنسبة للدولة، وبالتالي بمعنى أنه لم يصدر هناك أي موقف رسمي تجاه أي قوات موجودة على الأرض، معنى ذلك بأن الأمور تسير على ما يرام وعلى ما اتفق عليه. هذا أولا. ثانيا، القوات المتواجدة في الأراضي اليمنية عامة وفي الجنوب على وجه الخصوص يحصل فيها تبديل دوري، ويحصل فيها تغييرات وإضافات وانسحابات، وهذا أمر طبيعي جدا في حال المعارك بناء على معطيات الأرض وما تفرزه الواقع على الأرض. وبالتالي هذا أمر طبيعي جدا، إضافة قوات وتأخير قوات، وهذا يحصل حتى في مأرب بالمناسبة وفي كافة الجبهات، وهذا أمر اعتيادي وطبيعي جدا. بعض القوات تحوره لتحقيق مكسب إعلامي منه، هذا لم يحصل. الواقع على الأرض شيء مختلف تماما. نحن كقوة جنوبية ثورية لاستعادة الدولة الجنوبية لم نستدعي لا السعودية ولا الإمارات، لم نستدعي أحد، وبالتالي كل المسؤولية تقع على عبد الرب منصور هادي بصفة الرئيس الشرعي، هو من استدعى هؤلاء وهو من يتعامل معهم. لكننا كمراقبين نرى بأنه لا توجد إشكالية حقيقية بين هذه القوى، بين دول التحالف وبين الشرعية بصفة رسمية، على الأقل إلى اليوم لم يتحدثون عنها. وبالتالي هذه القوى المنغمسة داخل قوات الشرعية
من احزاب وقوى لديها مشاكل مع الامارات او مع بعض الاطراف، وبالذات بعض بعد الازمه الخليجيه، بالذات بعض الاطراف المواليه لقطر، اظهرت حقدها الكبير جدا على الامارات. الامارات والسعوديه وكافه دول التحالف مشكوره، قدمت الكثير والكثير لل طيب استاذ احمد، عندما تقول ان الرئيس عبد الرب منصور هادي هو من استدعى السعوديين والاماراتيين والتحالف العربي الى اليمن لمواجهه مشروع التمدد الحوثي، قلتم انكم انتم كقوى جنوبيه منخرطه ضمن هذا المشروع لم تستدعوا وليس لديكم اي مشكله، طيب لماذا الاعتراض من قبل القوى الجنوبيه على سياسات وقرارات الرئيس عبد الرب منصور هادي عندما يحاول ان يمسك بزمام الامور اكثر ويتخذ بعض القرارات التي قد تكون ضد بعض التدخلات من بعض الاطراف داخل التحالف العربي اذا كنتم لستم معنين بكل المشهد؟ دعني أفرق لك في الموضوع التحالف كاستدعاء وبين ما أفرجته الحرب من واقع جديد سواء عسكري أو سياسي. الشرعية وكافة الأطراف الشركاء معها يجب عليهم قراءة معطيات ما أفرجته الحرب بشكل صحيح تماما. يعني قبل الحرب كانت هناك ألوية وجنود وعساكر وقوى سياسية تابعة للمخلوع صالح والحوثي موجودين في الجنوب، كانت هناك ثورة للحراك الجنوبي، كان هناك شهداء وتضحيات. بعد الحرب بعد تقديم كافة هذه التضحيات والدمار والألم وما حصل كله، أفرزت الحرب واقع جديد بعيد عن موضوع دول التحالف، أفرزت واقع بأن هناك قوى جنوبية تقبض السلاح موجودة وأعلنت شراكتها مع دول التحالف ومع الشرعية واحترامها للرئيس هادي كجنوبي لدحر تلك الميليشيات وكسر الانقلاب. لكن للأسف الشديد بعض القوى المنخرطة وأعيد مرة أخرى داخل الشرعية لم يسرها هذا الحال، وبالتالي حاولت خلق شقاق وصدام بين الرئيس هادي وبين القوى الجنوبية. نحن نقول بأننا في الجنوب لدينا أهداف خاصة والكل يعلمها، ونقول أيضا نكرر بأننا كنا نكرر على الشراكة مع الرئيس هادي ومع الشرعية ومع دول التحالف، لكن التصادم المبكر أفقد هذا التحالف وهذه الشرعية هذا المد والزخم الكبير جدا في الجنوب اليوم. يا سيد العزيز وأقول فيها المرة الثانية بأنه لا يوجد هناك إلا أبناء الجنوب وعلم دولتهم يرفرف على كافة المرافق السيادية للدولة والشوارع وكل مكان، ويجب على أشقائنا في اليمن في اليمن الشمالي أن يستوعبوا هذه الفكرة. نحن قضية ولدت لتنتصر ولم تولد لتؤد أو أحد ينتصر عليها أو يقفز عليها، ولن نقبل تحت أي حال من الأحوال، ويجب قراءة هذا المعطى بشكل صحيح تماما. هذه أمور نحن اليوم نعاني اليوم من أداء الشرعية داخل المناطق الجنوبية ولا سيما عدن من يعني حرب حقيقية في الخدمات. الدولة عندما نتكلم نحن كمشروع لا يسقط مسؤوليات الدولة والتزاماتها، لأنها هي المعترف بها وهي من تقبض على الأموال وهي من تتحكم في موارد الدولة وإيراداتها. لكن ما يحصل اليوم من إذلال للناس عن طريق خدمات وقطع الكهرباء والمجاري وإغلاق مطار عدن تتحمله الدولة. لا، لماذا تتحمله الدولة؟ أن تقول قبل قليل أستاذ أحمد الصالح أنه من يتحكم اليوم في عدن هو العلم الجنوبي وأبناء الجنوب هم من يديرون كل شيء. نعم، أنا أتكلم على ما أفرزته الحرب، ولكن مسؤوليات الدولة تظل معترف بها تظل قائمة كأمر واقع. كيف مطلوب من الدولة أن تقوم بمسؤولياتها وأن تتحدث عن أمور أخرى؟ أنا أتحدث يا سيدي العزيز لم نأتي لنقبض على مرفق أو نحتله أو نبعد السلطات منه. عندما نضع يدنا على أي جهاز، عندما يعلن المجلس الانتقالي أو أي قوة جنوبية موجودة على الأرض بأنها وضعت يدها على البلد، هنا نحمل هالمسؤولية. لكن بما أن الجميع لا زال كأمر واقع يتعامل مع الدولة أنها هي الموجودة ومسيطرة على مرافق الدولة ومؤسساتها وعلى البنك المركزي وعلى إيراداتها، فيتحمل المسؤولية إلى هذه اللحظة، وبالتالي يجب عليها أن تتحمل المسؤولية، لأن هذه مسؤولية قانونية وليست يعني خدمة منهم أو طلبة يعني أو طلب، هذا أمر واجب عليهم القيام به لا يشكرون عليه مطلقا. أما إذلال الناس، تخيل عدن هذه المدينة الجميلة أكثر من أسبوع لا يوجد فيها وقود، تخيل عدن هذه المدينة الجميلة يعني في أيام الحر وعز الحر، وأنت تعرف ماذا عدن في صف الصيف لا يوجد فيها كهرباء والناس تعاني معاناة كبيرة جدا، والحكومة ولا كأنها ترى شيء أبدا. هذا أمر يجب عليهم جميعا بأن يدركون بأنه لن يسقط بالتقادم أبدا. هذه الجرائم التي يرتكبونها اليوم في حق شعبنا في الجنوب، هذه الإشكالية بالنسبة للخدمات هو واقع الآن في كل المحافظات للأسف المحرر ليس في عدن فقط. أشكرك جزيلا أستاذ أحمد الصالح الناشط السياسي، كنت معنا من نيويورك. أعود لضيفي من الرياض مختار الرحبي مستشار وزير الإعلام. تأثيرات هذا ما تم إذا ما صح ما حدث من انسحاب للقوات وتبديل داخل عدن، ما التأثيرات المحتملة لهذا الإجراء؟ نعم، أولا أنا أريد أن أعلق بأقل من دقيقة على الأخ أحمد حينما قال أنه لا توجد هناك إشكالية مع دولة الإمارات. أنا أعتقد أن هذا الكلام هو محاولة لتضليل الرأي العام ومحاولة للكذب على الناس أنه لا يوجد هناك مشكلة. المشكلة يعرف فيها القاضي والداني والجميع يعرف، حتى الغير متابع للأحداث يعرف أن هناك مشكلة حقيقية وأن هناك أزمة حقيقية بين الرئيس عبد الرب منصور هادي وبين الإمارات العربية المتحدة، وعلى إثر ذلك تم الهجوم واستهداف
استهداف خامه رئيس الجمهوريه واستهدافه من خلال وسائل الاعلام الاماراتيه وناشطين تابعين للامارات. بالتالي ما الداعي للتضليل على الناس وما الداعي للقول باقوال غير صحيحه؟ هذا بالنسبه لما تحدث به. وايضا تحدث عن انه لا يوجد هناك خدمات وانه لا يوجد هناك ان الحكومه لا تقوم بواجباتها. اقول انه طوال سنه ونصف من تعيين ايدريس الزبيدي فشل فشلا ذريعا في توفير ابسط الخدمات، وبعد ان تم اقالته استطاعت الحكومه واستطاع المحافظ ان يوفر الخدمات الاساسيه، استطاع ان يرتب اوضاع المحافظه، الكهرباء استطاع ان يوفرها لدرجه كبيره لم تكن في السابق، ايضا هناك ترتيبات حصلت في مدينه عدن. تمام، استطاع توفير الخدمات لكن على مستوى التصاريح، يعني الواقع الان الحديث في عدن اسبوع الناس بدون كهرباء في عدن. هو بالفعل يعني هناك كل ما توتر الوضع السياسي كل ما انعكس ذلك على الواقع. في السابق حينما كان يعود رئيس الجمهوريه كان هناك تعمد باقفال الكهرباء، بتحشيد الناس، بعمل مظاهرات، كانت هناك تحشيد وهناك محاوله لاثاره الناس على الحكومه ومحاوله لاثاره طيب الناس. نعود للسؤال المطروح، تاثيرات هذا الاجراء الذي حصل في عدن كيف سينعكس ايجابا على العاصمه المؤقته والوضع داخلها؟ هو بالفعل كلما كانت هناك توازنات وكلما كانت تواجد الحكومة الشرعية متواجدة في مدينة عدن كلما أثر ذلك بشكل إيجابي على الوضع الأمني في مدينة عدن، على الاستقرار السياسي، على عودة الحكومة التي مزمع أن تعود خلال الفترة أو الأيام القليلة القادمة التي ستعود إلى مدينة عدن، وهي طبعا مستقرة في مدينة عدن. هل نتوقع عودة قريبة للرئيس عبد ربه منصور هادي للعاصمة المؤقتة عدن؟ نعم إن شاء الله خلال الفترة القليلة القادمة وربما يكون قبل عيد الأضحى المبارك. أشكرك جزيلا مختار الرحبي مستشار وزير الإعلام، كنت معنا من الرياض. ينضم إلينا من الأردن الأستاذ عبد الناصر المودع المحلل السياسي. أهلا بك أستاذ عبد الناصر. أهلا بكم أستاذ عبد الناصر. هذا التطور والإجراء الذي نشرته موقع عدن الغد عن انسحاب للقوات الإماراتية من بعض المواقع المهمة، كيف تقرأه في أي سياق؟ يعني حتى الآن لا نستطيع أن نقرأه لأن الموضوع لا زال غير واضح، هل بالفعل ستنسحب الإمارات بشكل كامل من عدن، وما هو البديل ومن سيحل محلها، وما هو لا يوجد أي حديث عن انسحاب من عدن، هو عن انسحاب من بعض المواقع، المطار، الميناء. طبعا عدن يعني هذه المواقع هي مواقع تعتبر استراتيجية وحيوية، ولكن لا نعرف في أي سياق أتى هذا الكلام، أيضا لم يصدر أي تصريح رسمي. المشكلة سامي أنه الأمور تدار في الشأن اليمني بعيدا عن العلانية، تتم في غرف مغلقة، تتم أيضا دون أن يكون هناك رؤية نقدر أن نفهمها، لهذا يصعب الآن التكهن حول هذه الخطوات إن كانت هذه الخطوات حقيقية، لأنه ما صدر حتى الآن أن هناك حديث عن انسحاب من المعاشيق وانسحاب من مطار عدن، لكن في أي سياق سيأتي هذا الانسحاب؟ لأن كما تعرف الإمارات استثمرت كثيرا في هذه المناطق، استثمرت على مستوى إيجاد الميليشيات الكثيرة المسمى حزام أمني أو مقاومة أو نخب أو غيرها، وبالتالي هل هناك تحول استراتيجي، بمعنى هل هناك تفاهمات جديدة سعودية إماراتية لتقليص الدور الإماراتي أو لتغيير اتجاهه؟ في هذه الحالة لو كان الأمر على هذا النحو ستطرح أسئلة كثيرة، من سيحل محل الإمارات في هذه المناطق؟ لا أعتقد بأن السعودية لديها الرغبة بأن تحل محل الإمارات بشكل كامل، إضافة إلى ذلك ما هو مصير هذه القوات التي أنشئت، من سيرعاها، هل ستستمر تحت إدارة سعودية وهذا أمر مستبعد، أم أنها هكذا فقط ستنحل؟ أيضا نعرف أن هذه الميليشيات لها جذورها ولها ارتباطاتها المناطقية في الجنوب تحديدا، معظم هذه القوات تنتمي إلى مناطق الضالع، مناطق يافع، مناطق ردفان، وهذه تقليديا هي مناطق الخصم للرئيس عبد ربه منصور هادي، وبالتالي أي تقوية للرئيس. لكن هذا الموضوع لا يستطيع أستاذ عبد الناصر أن يفصل فيه أحد، يعني موضوع المناطقية في توزيع القوات المسؤولة ربما هي من كل أبناء الجنوب ومن كل القوات المؤيدة للشرعية، يعني
لا ليست الصورة بهذا الشكل. الجنوب مقسم تقسيم طائفي مناطقي بشكل صارم. الرئيس عبد الرب منصور جالس يتحدث عن الدولة التي لن تقصي أحد، وكل القوات التي أنشأها معظمها من أبين. الحرس الرئاسي برئاسة ابنه، وهذه نكتة أنها قامت ثورة من أجل إلغاء التوريث، حل محل الحرس الجمهوري الحرس الرئاسي. القوات الحرس الرئاسي معظمها من أبين. قوات الحرس ما يسمى القوات الخاصة التي حلت محل تسمية الأمن المركزي في هذه المناطق هم من أبين وشبوة. القوات الأخرى التي كانت التي تتبع المحافظ السابق ومدير الأمن الحالي تنتمي إلى رجفان وإلى الضالع بشكل رئيسي، وبالتالي هذه قوات مناطقية جهوية، ليست قوات على مستوى الجنوب، ليس على مستوى الجمهورية اليمنية. أما الجمهورية اليمنية هي غايبة تماما عن، لكن هذه الإشكالية هي ربما موجودة في كل اليمن، موضوع الجيش. طيب، وهذا ليس موضوع هذه الحلقة. أستاذ عبد الناصر المودع، إلى أي حد هذه الخطوة إذا ما صحت الأخبار في خصوصها قد تعمل على التخفيف من حدة التوتر الحاصل في العاصمة المؤقتة عدن؟ لن هي ممكن تنقل الأزمات إلى مربعات جديدة. لا يمكن أن تخفف التوترات في عدن ما لم يكن هناك مشروع للدولة اليمنية، لدولة الجمهورية اليمنية. وحتى الآن هناك مشاريع صغيرة تتصارع، مشروع عبد الرب منصور هادي الصغير مع مشاريع الصغيرة لخصومه من هذه المناطق، أيضا مع أجندة خارجية متصارعة أيضا. كل هذا بيعكس حالة الفوضى التي يعيشها الجنوب، ولن يكون هناك أي حلحلة لهذه حالة الفوضى إلا بتغييرات جذرية، وهذا أمر مستبعد في الوقت الحالي. طيب، مستشار وزير الإعلام يتحدث عن عودة قريبة ربما للرئيس عبد الرب منصور هادي والحكومة العاصمة المؤقتة عدن، هل تتوقع حدوث هذه العودة؟ يعني حتى لو عاد الرئيس، هذه هي عوداته الكثيرة التي عاد والحكومة تذهب وترجع، لكن لم تترسخ في عدن سلطة. السلطة أخي العزيز تتأسس على فكرة، وليس هناك من فكرة الآن في الجنوب. في الجنوب ليس هناك من فكرة، هل بيأسسوا للجمهورية منفصلة انفصالية أم لجمهورية الجمهورية اليمنية؟ إن كان للجمهورية اليمنية فهذا الأمر لم يحدث حتى الآن، لأن الجمهورية اليمنية هي جمهورية جميع المواطنين اليمنيين. لكن الرئيس هادي يتحدث عن اليمن الاتحادي. يعني هذا اليمن الاتحادي هو موضوع في يهدف منه الرئيس هادي إطالة عمره في السلطة. ليس هناك من يمن الاتحادي، ولن يقام يمن الاتحادي في هذه الفوضى. هذا مشروع من المشاريع الأوهام التي يعيشوها في اليمن. اليمن إما دولة مركزية في الوقت الحالي تحتاج إلى دولة مركزية قوية أو الفوضى، وهذا نحن الآن نتحرك فقط في اتجاه الفوضى. كل ما يحدث في اليمن الآن ومن فترة طويلة هو تحرك نحو الفوضى، ولهذا عادت الحكومة أم لم تعد، ما لم تكن هناك فكرة أساسية تستند إليها هذه الحكومة، سيكون مصير عودتها مثل سابقاتها، تذهب لفترة ثم تحدث احتكاكات ومشاكل، يعود الرئيس إلى الرياض ثم تتبعه حكومته ذهابا وإيابا. هذه الحالة ستستمر إلى ما شاء الله، إلى أن يحدث تغيير حقيقي في بنية السلطة المهترئة. شكرا جزيلا أستاذ عبد الناصر المودع، الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من عمان. وأيضا الشكر موصول لضيفي هذه الحلقة، أيضا الأستاذ أحمد الصالح الناشط السياسي كان معنا من نيويورك، والأستاذ مختار الرحبي مستشار وزير الإعلام كان معنا من الرياض. في الختام، تحية طاقم البرنامج ومنتج هذه الحلقة الزميل ماهر أبو المجد.